طالب سالم من دولة قطر. تعود الكرة الآن خطرة، جول سيف الدين الجزيري يحلق بنسور قرطاج بعد خطأ دفاعي فادح بين المدافعين والحارس السعودي الحربي أحمد الحربي، وقع في الفخ في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، إعادة للكرة بهذه الطريقة، وهنا التباطؤ أيضا في الإبعاد، بعد ذلك تدخل وما تخطي مع أفضل لاعب في البطولة، مع واحدا من أفضل لاعب المباراة عادت عند فهد المولد الذي يفضل الانطلاقات من الجهة اليسار، لكن مقطوعة لمصلحة لاعبي المنتخب التونسي في وسط الملعب. الآن يتقدم فهمي قاسم، فرصة خطيرة، جول جول مرة أخرى نسور قرطاج تحلق نسور تونس في العاصمة الأردنية عمان بعشرة لاعبون أو بعشرة لاعبين لا يلقون المنديل. يا السلام، شوف اللمسة ولاحظ الهفوة وشاهد أمامك عزيز المشاهد الاستغلال بهذه الطريقة الرائعة جدا، ينجح عماد. لكن هنا كرة ثابتة ستلعب باتجاه المرمى، قوية، جول جول ثالث للمنتخب التونسي الجزيري بتسديدة صاروخية من بعد غيرت اتجاهها وتحولت في مرمى أحمد الحربي. المنتخب التونسي بعشرة لاعبين، نسور قرطاج تحلق من جديد. شوف التسديدة غيرت اتجاهها وغالت، فرصة للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي لازم، اوه جول، هدف ثالث يسجل للمنتخب التونسي. تونس تسجل الهدف الرابع، لا والله مش الثالث، الهدف الرابع للمنتخب التونسي. يا لها من مباراة مش ممكن.